والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطريقة الثالثة من طرق outputting للداتا باستخدام الجافا سكريبت بتكون برضو باستخدام الديفولبينج تول اللي هي بتكون الكونسول الانسبكتور بتاع جوجل كروم يا جماعة او اي براوزر ثاني الوزارد بتاع الانسبكتنج. فبتكون عبارة عن طريقة احنا استخدمناها قبل كده بتكون كونسول دوت لوج. يعني لو انا كتبت مثلا كونسول دوت لوج وبتتعمل زيها زي اي ميثود ثاني, يعني بفتح البريسز وبحط السيمي كولن في الاخر وبجا الحاجه اللي انا محتاج اني اظهرها ببتدي اظهرها. مثلا اكتب 5 اضغط انتر لوج فيها مشكله انا اسف. بالمناسبه لوج ناقصه حرف الاو. لو انا طلعت بالاتجاه فوق هيحاول يجيب لي اخر حاجه انا كنت كاتبها يعني تمام. فبس هيطبع معايا 5. لو انا مثلا قلت له اطلع بالاتجاه فوق وقلت له 5 × 5 اكتب ما بين دبل كوتيشنز مثلا هاي وانزل بانتر هيروح يكتب لي كلمه هاي. لو انا طلعت باتجاه فوق وما بين الكيوتس كتبت مثلا 5 اشبكت 5 وهروح يديني الكونتنت بتاعي وهكذا. ده برضو بنفس الطريقه اللي ممكن من خلالها اني احاول اعمل تيستينج على حاجه في بالي, وانت عارف ان الكلام ده سيبر ريتد عن ملف الاتش تي ام ال وملف السي اس اس. فدي طريقه برضو تقدر بيها تكلم جافا سكريبت والجافا سكريبت تحاول ترد عليك باستخدام الكونسول دوت لوج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.